تحياتي وتحيات عمر طبعا مرة أخرى وحلقة جديدة وحتة عجيبة بس جميلة جدا. أستراليس، أستراليس لا تفتكروني بنطقها غلط، هي أستراليا. أستراليس دي معناها الجنوب، فهي متسمية الاسم جاي من هنا. هنعمل إيه بقى عمر؟ هنعمل أكلة جميلة جدا يا شيخ. أسترالي، أسترالي صرف. listen مايت، هنعمل ريبز اللي هي الريش الضاني. يا سلام عليك. معمولة ايه بقى يا هشام؟ انا على كيفك. على كيفك. كويس قوي. بصوص ايه يا هشام؟ صوص النعناع. هو ده الاسترالي اللي على حق. على مزاجك. وهنعمل برغل، سلطة برغل بالنعناع برضو كمان. والايه؟ بروكلي. كده الكلام. ايه رايك في الكلام؟ كده ناكل اكلة حلوة. ما تيجي نقول ايه الحاجات اللي هنشتغل فيها؟ قول لي انت بقى. انت بالنسبه للسلطه هيبقى فيها النعناع، البروكلي اكيد، البروكلي هنشوحه ونوريه للناس بيتعمل ازاي. وفي بقى حاجه هي تمام بقى، الهريسه الكريمه اللباني. كويس. الريش والحاجات دي واضحه هنعمل فيها ايه، والزبده والجنجر والثوم والليمون والكمون والكركم فانا هحط الاول